مشاهدينا ومشاهدي اليوم السابع، اهلا وسهلا بكم وبث مباشر جديد من محافظه الغربيه، وتغطيه سريعه لهطول امطار غزيره على سماء محافظه الغربيه منذ قليل، مصحوبه ب يعني البرق وهطول كثيف للامطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحراره. هنا المياه اغرقت الشوارع والطرق الرئيسيه في نطاق المحافظه، ورفعت المحافظه حاله الطوارئ في كافه القطاعات الخدميه من الاسعاف والصحه والمرور لتلقي اي بلاغات من المواطنين يعني والتعامل معها فورا. ايضا هناك تعليمات موجهه لمجالس المدن والاحياء وشركه المياه والصرف الصحي للتعاون مع البلاغات الخاصه بمياه الامطار. يعني منذ قليل كما اشرنا هناك هطول يعني كثيف للامطار في محافظه الغربيه، ووقع منذ قليل ونحن في مكان الحادث انقلاب سياره ميكروباص كان يستقلها 3 اشخاص هنا في موقع الحادث، واسفر ذلك عن اصابه 3 من الركاب من بينهم شاب مصاب بفقدان للوعي ونزيف وكسور متفرقه بالجسد. يعني وانتقلت على فور سيارات اسعاف وتم جاري الان نقل المصاب الى المستشفى. السياره انقلبت على الطريق بعدما اختلت عجله القياده في يد قائدها، وتمكن الاهالي وقائدي السيارات من رفع السياره من مكان الحادث واخراج المصابين منها. كما نتابع متابعينا متابعي اليوم السابع هطول امطار وسقوط الامطار حاليا على سماء محافظه الغربيه، وسياره الاسعاف تقوم الان بنقل المصاب الى مستشفى طوارئ جامعه طنطا للتعامل معه وتشخيص الحاله ولتقديم الاسعافات اللازمه الخاصه بالمصاب. الامطار هنا يعني بدات منذ نصف ساعه وما زالت تتساقط حتى الان في على نطاق محافظه الغربيه. المحافظه بكافه اجهزتها التنفيذيه والمعنيه رفعت حاله الطوارئ في كافه القطاعات، كما لاحظنا الان يعني برق يحدث في سماء المحافظه كما نتابع متابعينا متابعي اليوم السابع، وهطول الامطار الكثيفه هنا الغزيره في على سماء المحافظه. يعني هناك سحب امطار رعديه تضرب المحافظه الان كما نتابع متابعينا متابعي اليوم السابع. نرصد لحضراتكم سقوط الامطار في سماء محافظه الغربيه والمصحوبه ببرق ورعد، ونحن هنا الان على طريق يعني المؤدي الى مجمع مواقف سبيربي واداره مرور الغربيه. شهدت انقلاب سياره ميكروباص نتيجه يعني الاختلال عجله القياده بيد قائدها، واسفر ذلك عن اصابه 3 اشخاص من بينهم شاب اصيب بفقدان للوعي ونزيف وكسور متفرقه بالحاء الجسد. وعلى الفور هرعت سياره اسعاف فور تلقي البلاغ برئاسه الدكتور مجدي عوض رئيس مرفأ اسعاف الغربيه، وتم الدفع بسياره اسعاف لمكان الحادث وتم نقلها الى مستشفى طوارئ جامعه طنطا لتلقي العلاج. كما نرصد لحضراتكم متابعينا متابعي اليوم السابع يعني الانخفاض بسيط في درجات الحراره، والمحافظه بكافه قطاعاتها يعني اعلنت حاله الطوارئ في كافه القطاعات للتدخل لشفط مياه الامطار خاصه من اسفل الكباري والانفاق من بنطاق المحافظه لمنع تكدس السيارات ومنع تعطيل حركه مروريه في المحافظه خاصه بالانفاق الموجوده بنطاق مدينتي طنطا والمحله وكفر الزيات وسمنود. وايضا هناك يعني تحذيرات من يعني شركه الكهرباء بعدم الاقتراب او لمس اعمده الاناره في الشوارع لمنع حفاظا على سلامه المواطنين وعدم التعرض لاي صعق كهربائي. ايضا هناك يعني غرفه العمليات المركزيه بمحافظه الغربيه متصله بغرف العمليات الفرعيه بالوحدات المحليه ومجالس المدن والاحياء لتلقي اي بلاغات من المواطنين بشان هطول الامطار والتعامل فورا مع هذه البلاغات، ويعني سيتم الدفع بسيارات شفط المياه التابعه لشركه مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء ومجالس المدن للتعامل مع هذه الامطار المتراكمه في الشوارع لمنع تراكم الامطار في الشوارع وشفطها فورا. كما لاحظنا متابعينا متابعي اليوم السابع حدوث برق في سماء محافظه الغربيه مع استمرار هطول الامطار بشكل غزير في الشوارع. كما نسمع مع حضراتكم
امطار رعديه تضرب المحافظه وبرق في سماء محافظه الغربيه، واستمرار حتى الان هطول الامطار في سماء المحافظه وبنطاق مراكز ومدن المحافظه. حبينا نطلع حضراتكم متابعينا متابعي اليوم السابع لهذه التغطيه لهطول الامطار الغزيره في سماء محافظه الغربيه، والتي تضرب المحافظة منذ قليل وما زالت مستمرة حتى الآن. شكرا لكل متابعينا متابعي اليوم السابع محافظة الغربية.